مثل ما توقعت تماما. جاي يزور قبر زينب. مظبوط. اللي شوفي. ايه انتوا روحوا على البيت. خلص انا لقيته. الشباب شافوا طارق، شافوه راي على البيت. ايه بس تركوه. من الاساس فرهاد مانو راكد ورا طارق، واكثر شي عم يعذبه هي الاسئله اللي عم تاكله من جوا. وقفي جنبه بنتي، لانه بحاجه حدا يكون جنبه بهالوقت. بدك تعتبريه فعل خير عادي اعتبريه. لا الى حالك اي حجه، بس كوني جنبه. بعدين فيك تجيبي لعندي. تمام. فرهاد خوفتني. كيف لقيتيني؟ بصراحة مو أنا لقيتك. فكرة بيك توقع أنه رح تكون بهالمكان، وطلع معه حق. جينجو غير نتيجة الدي ان اي. ممكن ما نحكي بهالموضوع؟ ليش؟ لأنه ما بدي أحكي. ما بيكفي؟ شو صار؟ لا تكون صدقت الحكي اللي حكاه. هزان خانم؟ شو يعني ما بدي أحكي؟ بتخيل واضحة، مو هيك؟ يمكن تكوني حاسة حالك إنك مديونة إلي بسبب اللي عملته معك، بس ما في لزوم. استنى فرهاد، بعد ما انت اخذت طارق ومشيت رحت جبت رقم فكرة بيك من علي وطلعت من المدرسة ركض لحتى ساعدك. ايه معك حق، انا ما نكرت شي. انا سويت هيك بس لحتى وقف مع الزلمة اللي خلصني من الموت، بس مع هيك ما اجيت لأتشكرك بعد تصرف حضرتك. انا هون لدافع عن زينب. زينب بريئة وبتستاهل دافع عنها. زينب؟ من كل عقلك بدك تدافع عن زينب قدامي؟ ايه فرهاد، انا رح دافع عن زينب وبكل قوتي. انت معقول تصدق الزلمه اللي كذب مليون كذبه بس لحتى ينفض من عمايله؟ يعني معقول مصدق الزلمه اللي خطفني وكان بده يقتلني؟ الزلمه اللي هدد اختي لتسحب افادتها، هددها وخوفها مشان ما تنكشف جريمته البشعه اللي عملها معها. انا عشت معهم عمر، صدقني عم يكذبوا. جايه بكل بساطه تصدق انه زينب هيك بتساوي؟ مو معقول. أنا عم بتهم زينب مو هيك؟ هازان خانم ليكي، هذا الحكي عم بدور براسك أنت، ماني مجبور أشرح لك أي شيء. والله عن جد؟ إيه عن جد. هن اللي بيمتلكوا النفوذ والقوة ليوصلوا للي بدهم إياه، ما بيصيروا يكونوا غيروا نتيجة دي إن إيه؟ لك يمكن إيه ويمكن لا، بس قلت لك هذا مانو موضوع بدي أتناقش فيه معك. وصلت الفكرة يا ترى؟ عم بسأل من باب الفضول، مو ممكن تكون كتبت هديك الرسالة غصب؟ أي رسالة هازان خانم؟ أي رسالة؟ الرسالة اللي ما قريتيها؟ استنى فرهاد، بدي أقول لك شي واحد بس. شو؟ أي مرة، بغض النظر عن شخصيتها شو بتكون، أي مرة، لنقول هي تركتك مشان المصاري مثلاً، يا ترى لما بتتركك بتقول تركي مشان المصاري؟
أكيد لا. عن إذنك. أنت معك سيارة شي؟ لا ما معي، ضلت عند بيت فكرة بيك. طيب إذا بدك تطلعي معي لوصلك. يسلم وما في داعي، في موقف لقدام شوي باخد شي من هنيك. وقفي شوي. لو سمحت. تمام، فيك توصلني لموقف الباص بس. ما عم يعلق. رح دق لها هازان لحظة. طلع مسكر. ولك الدنيا والعانة، بدي اللي بتقوم بتلف وبتدور لك علي. شو بدي أعمل يعني؟ البلوة اللي فوق روسكم مانا قليلة أبداً طاهر. صحيح، شو الوضع بيناتهم هلأ؟ مو منيح أبداً. الشيخ عثمان عم يقول محلل. شو قلت؟ لك أسماء عم يمزحوا كرمال الله روقي. بالحقيقة ما عم نمزح. إيه لا بقى زودتوها هيك. أنتوا عم تحكوا عن جد؟ بصراحة بابا عثمان حابب يخوفه لمصطفى مشان ما يعيده ويعرف غلطه. طيب ومصطفى شو وضعه هلأ؟ جانين. طبعاً رح يجن لو كنت مكانه ما بتجن؟ طيب شو رح يصير هلأ؟ يعني لحتى مصطفى يتعلم الدرس وكمان لحتى آسيا يحن قلبه عليه الوضع رح يبقى هيك. لك فهموني كيف رح يبقى هيك كرمال الله. هلأ معقولة يصدق آسيا رح تتزوج واحد تاني؟ مستحيل، يعني مستحيل يمرق لكم هالقصة على خير. خلينا نسكر هالسيرة بقى، بس ما تحسسوا بشي. مو صح يلي عم تعملوه. قلت لي مو صح ما هيك؟ بس صح ينرفز ويقول طالق ببساطة. مو حرام آسيا، مصطفى هو اللي حرام. ورطت حالك. يعني هل أنا بصراحة إيه مصطفى أكيد بيستاهل هالشي، بيستاهل. هلأ ما لازم تتراجع فوراً، بس حكم القوي. برافو طاهر، معناها عم تطبق هالتكتيكات بكل أمورنا. برافو عليك، ممتاز. حكيت شي يا صاحبي؟ اسكت ولك. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.